كلاسيكو الأرض، كلاسيكو إسبانيا وصراع الغريمين تغيرت أسماؤه وبقيت هيبته ثابتة، لكن يبدو أن ملعب أول أشواطه لن يكون الكامب نو كما كان مقررا. الوضع المضطرب في كاتالونيا هذه الأيام قد يدفع الاتحاد الإسباني لتغيير مسرح اللقاء حسب ما أفادته جريدة ماركا المقربة من الملك ريال مدريد. ما زاد الأمور تعقيدا هو موعد اللقاء والذي سيلعب في الواحدة زوالا، مما سيلزم على ريال مدريد المبيت في برشلونة ليلة اللقاء وسط الاحتجاجات. الكلاسيكو بين المتصدرين للترتيب حتى الجولة الثامنة يدخله زملاء ميسي المنتشي بفوزه بالحذاء الذهبي السادس من ماركا بأفضلية عدم الخسارة على الكامب نو منذ انطلاق الموسم الحالي، فيما يبحث الميرينجي عن مواصلة مشواره الخالي من الهزائم في الليغا بخمس انتصارات وثلاث تعادلات. تغيير الكامب نو بالبرنابيو أو تأجيل الكلاسيكو سيناريوهات وتوقعات تحيط بالمباراة التي تجذب أنظار أكثر من نصف مليار مشاهد حول العالم. ريال مدريد برشلونة لم تعد مواجهة على العشب الأخضر فحسب، بل تجاوزتها لصراع سياسي بين أكبر مدينتين بإسبانيا. الاتحاد الإسباني سيعرض أمر تغيير الملعب على الفريقين في انتظار الاثنين المقبل للحسم في القرار النهائي الذي ربما سيكون قصرا، خصوصا أن البرنابيو سيشهد إصلاحات في ذلك الموعد دون نسيان إرغام البارسا على لعب مباراة لاس بالماس في وقتها موسم 2017 رغم استفتاء إقليم كاتالونيا. لا ليغا أيضا في حيرة بحثا عن مخرج لإقامة الكلاسيكو الذي رفع أسهمها عاليا وتأكيد أين ومتى ستلعب المباراة التي تصدرت العناوين الأولى لكبريات الصحف العالمية. ازدادت الشكوك وكثرت التكهنات، لكن المؤكد أن متعة الكلاسيكو لن تتغير. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.